لا ما كاينش بركة الحين، خير موزون حالك ما بركة قل ما نقطع. والله ما كنقدر ندخل، ماشي كنهد هاد العام محفظ. ما يمكنش هاد الشيء هنايا، واعر واعر واعر، شي حاجة حاصلة وغلت في الحجر. ها الطريقة غنشويو البنيقة ديالنا في الشواية. ما شاء الله ما شاء الله، كيفاش طلع هاد الشيء واعر. هكا لي حد الحضر الله يعاونك. شكرا انت الله يعاونك. احنا وصلنا اليوم بلاصه جديده ان شاء الله، ما نقول لكم شي فين حنايا دابا حتى نوصلوا البلاصه اللي غنصادوا فيها ونعرفكم على المنطقه. كيصادو الناس هنا شي حوت بالقصاب ولا كيصادو كاين شي درعي تماك؟ كل نهار ورزقو وادعي معنا نشبرو شي حاجه. اش بالك في الجو؟ اش بالك في الجو؟ واعر. هادو الناس ديال المنطقه الله يعمرها سلعه الله يعمرها دار. شفني ماشي قال لي واش كتصاد؟ قال لي اجي نعطيك شويه هاد الحوت. قلت له علمي انا غير كنصور وصافي، ماشي يعني خصني الحوت ولا شي حاجه. قلت له إذا بغيتي تبان معايا، قال لي هانيه ماشي مشكل. أنا وصلت للبلاصة اللي فيها الفلايك قبيل ملي كنت في التاكسي، كان خاصني ننزل هنايا قريبة باش كنمشي للمصيد ديريكت، ولكن قررت أنني ندخل لداخل باش نصوركم من تما من داخل شي لقطات، ونبقى ماجي وأنا كنصور حتى نوصلوا للبلاصة اللي غنريحوا فيها. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو يكون عندنا واحد التحدي من اجل البقاء، يكون فيه الصيد والطبخ والتخييم والمغامره والتعريف بمنطقه ولا قريه جديده. اليوم جينا لواحد القريه واعره، الاسم ديالها قعسرس. هذه القريه كتواجد حتى هي في اقليم شفشاون، كاينه على الطريق الوطنيه رقم 16 اللي كتربط بين تطوان والحسيمه. وهاد القريه بالضبط يعني كاينه قريبه على واد لو من هاد الاتجاه، واد لو ولا هاد الاتجاه كاينه قعسرس، يعني كاينه ترغه هي في الوسط ديالو. المهم اليوم غنصادو بالتقنيه ديال سبينينغ، هي اللولي غنبدا نصادو بها. غنشوف واش غنشبروا شي حوت. الفيديو غيكون من اجل البقاء كما قلت لكم. الحوت اللي غنصادو في هذا الفيديو غنطيبوه في اخر ديال الفيديو. المهم جينا اليوم بكري، غنمشيو غنبقاو ماشيين مع البلاي وحنا كنصادو بالتقنيه ديال سبينينغ، وإذا شبرنا شي حصيله غنبارطاجيها معكم. ما شبرنا والو، هذا الفيديو غنشاركو معكم. اهم حاجه عندي هو تعرفوا على هاد البلايص الجدادين وتستمتعوا معايا بهاد الطبيعه. الصراحه كاين ميتشاف خصوصا اليوم في هاد المصيد، غتكون شي حاجه واعره. ما نزيدش نطول عليكم، اذا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي ما تنساوش انكم ضغطوا لتحت، اشتركوا معايا في القناه وفعلوا معكم زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله. اذا كنتوا الاخوان ديجا مشاركين معايا في القناه حتى انتم هبطوا لتحت، عدلوا لي الاعجاب بالفيديو وخليوا لي التعليق ديالكم اسفل هالفيديو باش كتحفزوني نعدلوا لكم الجديد.
ونبداو الفيديو ديالنا على بركة الله. فرجة ممتعة. البلايص اللي غنوصلوا ليهم غنجربوا نصادوا فيهم شي تسيوبات، واذا كان شي حصيله غتشوفوها ان شاء الله على المباشر. كاين واحد المشكله، كاين الربيع بزاف، كاين الربيعه بزاف. كنطلبوا من الله البلايص اللي نمشيو ليها مليان ما يكونش فيهم الربيع. كما خاصكم كاين الربيع بزاف. جربت في المصيد اللي وريتكم دابا عاد صادينا فيه، ما شبرت فيه والو. دابا غنزيدو نكملو لهاد الاتجاه، غنشوف واش كاين شي مصايد واعرين وغنبارطاجي معكم كلشي. كان سيب كاين الربيع بزاف، البحر كيخرج الربيع بزاف، كل سيوبه كيوغال في المشطره ولا في الليلور. هذا هو اللي كيحرم علينا الصياده، ما كيخليناش نصادو. هذا يلا خرج دابا في الموجه، كاين بواحد الكميه كبيره، البحر عامر. المهم حنا غنحاولوا نشوفوا واش غنشبروا شي حاجه، غنمشيو لشي بلايص ما يكونش فيها الربيع بزاف، ونتوكلوا على الله واللي مكتبه في الرزق هي اللي غتكون. بالنسبه لهاد البلاصه اللي جينا كنصطادوا فيها كامله مزيانه، التقنيه ديال السبينينغ والتقنيه ديال البيلوطه اولا الفيخ. كاين غير الصخر، الناس اللي كيصطادوا بالطعم اولا بالتقنيه ديال اللانسي ما ننصحكمش تجيو لهاد البلايص، غدرزيو غير سنايار والبلوموات ديالكم. ومزيانه حتى الناس اللي كيغطسوا واعره، خصوصا هاد البلاصه هادي غنجرب هنايا، بان لي المصيد مزيون، كاين الصخر وكاين شويه الكشكوشه المواش كيتكسروا. غنجربوا على الله نصطادوا شي حاجه هنا، وعاد غنكملوا الاتجاه دلين ان شاء الله. واذا قدرنا نقطعوا مع البلايا ونمشيو الاتجاه دلين غنوصلوا، ما قدرناش غنريحوا غير هنايا، غندخلوا من هنايا في الماء ونتحشاو تحت هذا الحجر. عرفتوا على البلاصه شعل واعره، غنقدر نخرج واقيله، ولكن ما نقدرش نستعمل المحفظه، غنحيد المحفظه وغنهزها في يدي، هادشي اللي بان لي. بسم الله، والله ما كنقدر ندخل، ماشي كنهد هاد العالم. محفظة كبيرة وبلاصة مضيقة، وأخيرا الحمد لله. غنكملوا لهاد الاتجاه، كيبان لي كاين شي حاجة واعرة، والله إلا كتبان لي شي حاجة واعرة هنا. مشكلة ربيع، باقي ربيع بزاف، كنقول دابا نجبر شي بلاصة ما فيها شي ربيع، ولكن ربيع بزاف. هاد الطريق هادي ها هي، كطلعوا في هاد الجبل كتخرجوا حتى للشانطي، يمكن لكم تنزلوا في الشانطي وضبطوا من تما مع الطريق كتوصلوا حتى لهنا. انا جيت حاليا من الداخل تقع عسرس وغنرجع من تما غير باش نصور معكم هاد البلايص من اللولي، ما بغيتش نهبط من الفوق، بغيت ندخل حتى لقاع عسرس ونبدا من تما كنصور الفيديو وحنا ماجين. هاد البلاصه هادي والله الا شي حاجه واعره، حتى نوصل تما باقي كتبان بعيده شويه، خصوصا ديك الحجره اللي في وسط الماء، تما شي واحد كيصاد، كيدخلوا الناس الوسطى كيصادوا.
البلاصه كاينه الصخر بعيد على الموجه، ماشي غير في الموجه، كاين لداخل الصخر ولا الحجر، يعني بعادين على الموجه. علاش كنقول لكم البلايص ما مزيانش، ما مزيانينش للطعم، واخا هداك غنجربو نصادو بالطعم، ما نعرفش نبرو شي حاجه. دابا وصلنا لهاد البلاصه، عرفتوا شنو غنعدلو؟ غنطلعوا فوق هاد الحجاره هذا ولا هاد الجبل، وغنقطعوا الاتجاه دليان، وغنكتشفوا شنو كاين تما. انا الهدف ديالي كيما قلت لكم نكتشفوا حتى نتوما معايا شنو كاين هنايا. الصراحه لحد الان بلايص واعرين، والطبيعه والكلب والبحر واعر للصيادة، خصوصا هاد المصيد هذا اللي في وسط الماء، شي حاجه واعره. غنوري لكم شي حاجه من الفوق غتعجبكم، شي حاجه طوب. غنجربوا نصادوا من الفوق، يا الله على ديك الشعاع الواعر. ما يمكنش هاد الشيء هنايا، واعر 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 والله الا شي حاجه واعره. ولكن هالبلاصه هذه تستاهل هاد التمره كامله. المحفظه ديما كنجيبها ثقيله عمر، باقي لهاد الاتجاه والله الا شي حاجه واعره. قولوا لي البلاصه كيف جاتكم، واش عجبتكم ولا لا؟ ديرك تلقى عيدها فلات. الله يحفظ الصف. شكرا بزاف. الدراري هنايا كيصادوا تبارك الله، شبروا شي بركه. المتابعين ديالي في القناه حتى هما كيعرفوني، بصح كنعيطوا لي ندخل عندهم، ولكن انا جيت نساريكم، ما جيتش نصاد. اهم حاجه عندي مع الفيديو هو يعجبكم هالبلاصه اللي جينا ليله. سالت معايا انايا البلاصه صراحه والله الا عجبتني بزاف. خساره الحس ما كاينش. غنزيدو نهبطو لتحت، انا مكرهتي نكون عملت القيطون في راس هاد الحجره، ولكن الماء غيبقاو بعيدين باش غادي نجيو نعدلو. غير تغسل يدك، ما غتجبر حتى فين تغسل يدك، خصك تبقى هابط حتى للق. غنعمل الطعم وغنعمل شي تيوبات هنايا، ما غنزيدش نكمل حتى الاتجاه دليان. واخا شي بلايص واعرين تما خصهم يتصوروا، ولكن ما باقيش بكري، خصنا نعدلو الغداء وخصنا نعدلو اتاي، وخصنا نوجدو حتى القيطون ديالنا ونعومو، وعاد خصنا نشبرو الحوت باش نوجدو الغداء. المهم واخا ما نشبروش الحوت، غنعدلو الغداء اليوم. جبت معايا اليوم واحد الحاجه ما غنزرفش بحال الفيديو اللي فات، قازت فيا الفيديو اللي فات تبارك. غنعمل القيطون في هاد البلاصه، بالنسبة للانسي واجد. ركبت له السناير والبلومو، عمل جوج الترقيعات أولا جوج سناير. بالنسبة للطعم اللي غنصاد به اليوم
جبت معايا كروكو وصوفيرا بجوج، هادو حيدت لهم الصدفة ديالهم، وجبت حتى السردين معايا. على الله تسيو بالو ليا ما يوغال شي هاد التنبيل ولا التصنايا، ونشبرو شي حوتان ونوجدوها الغدا ان شاء الله. دعيو معانا، دعيو. بسم الله. على الله ما دوغال شي في السخار. القيطون ديالي واجد والله نصيح، حتى هو عملت له الطعم وسيب، ما عرفتش جا فوق الحجار والله ما نعرف. المهم سيبنا تما وغنطلبوا من الله انه يضرب علينا شي حاجه. انا الصراحه عجبتني غير هالبلاصه، الكالم والسكات، ماشي ضروري نشبر الحوت كما قلت لكم. هالخرجات بحال كان فيهم الحوت بحال ما كانش فيهم الحوت، انا اهم حاجه عندي هو تزوروا وتجيو تصادوا نتوما، اجيو شبروا الحوت. اما انا بارك عليا غير نستمتع ونشارك معكم هذا الشيء. ما كرهناش الحوت، ماشي يعني ملي كتشبر الحوت كيزيدوا يزينوا شويه الفيديو، ولكن ملي كضرب حتى مره من قريه تصطيحه حتى لقاع عسرس وما كتشبر والو، ما يمكنلكش عاود غدا ترجع لقاع عسرس وبعد، يعني خصك ديما انت ماشي ماجي لقاع عسرس باش غتعمل هذا الفيديو. لهذا غنبارطاجي معكم واخا ما نشبروا والو. المهم جبت معايا اليوم واحد الحوته هي اللي غنطيبوها الغدا اذا ما شبرنا حتى شي حاجه، شي تشارغو صغير ولا شي حدات. الضربه ماشي للبلام هذيك. والله الا شبرت الحوت، هاد الحوته اللي ضربت عليا كاروبا، كاروبا واعره. هادي اول حوته اليوم. والله الا واعره، ولكن غنتلاق لها، ما عندي ما نعمل بيها، موكيل صغيره. هاي داك يصادوهم الناس، ولكن انا غنتلاق لها ما عندي ما نعمل بيها. خصنا شي حوته كبيره باش نعدلوها الغدا. يلا سير، باي باي. قولوا لي نتوما في المناطق ديالكم اش كتسميوها. حنايا في الشمال اولا الجهه ديالنا كنعيطوا لها كاروبا. هالبونيطو هذا غنقسمو على جوج وغنعدلو في الشوايه يتشوى ان شاء الله، غنقطعوها من الطار. بهالطريقه غنشويو البونيطو ديالنا في الشوايه. والله الا غيجي شي حاجه واعره، حتى نطيبوه ما نشهيكمش دابا، غنشعلو العافيه. هادو هما اللي غتشبر فيهم العافيه. بسم الله. صافي غنجيب الشوايه ديالي وغنبداو كنطيبو في الحوت. هالفحم بارك عليك. صافي غنبداو كنشويو في هاد الحوت، هالفحم ديالنا تفحمو. عندي هنايا الشوايه غنشبر هاد الحوته بكماله. بسم الله. غنجيبو الملح، هاد الميكا جبت فيها الكيمون، غنشدو عليها وغنعدلوها فوق الفحام. بسم الله.
نقي هاد البصله، خصني شي بلاصه اللي نقطع فيها فوق شي حاجه، راه خصني نقطع من بواور، ما جبتي معايا الطابله ديالي. ما شاء الله ما شاء الله كيفاش طلع هادشي واعر. دابا نقلبوها لاتجاه اخر. بسم الله، ويلا نكملوا على الشلاضه ديالنا. صافي غنحيدو الحوته من فوق الفحم وغنعدلو هاد البصله ومطيشه والربيع، غنشوفهم في الشوايه. المهم غتجي شي حاجه واعره، خليكم معنا نشوفوا السمكه ديالنا واش طابت ولا باقي. صافي ها البونيطو بركه عليه، طايب مزيان واعر. غنضيفو الملح وغنضيفو الكيمون وغنمشيو نشويو هادشي فوق العافيه، وغنشوف كيفاش غيجي هذا، كيفاش غطلع هاد الشوايه بالبصله ومطيشه وربيع. بسم الله، الريحه طالعه واعره من هاد المطيشه والبصل. غنخليوهم يزيدو يطيبو شويه وغنجيو نعدلو اتاي، وفي الاخرين ناكلو ضربه وحده ونمشيو بحال. صافي بركه عليهم هاد الحوته، من بعد عاد غنعدلو هاد السخون. دابا غنعدلو اتاي، نخليو بريق كيطيب وغندخلو نعومو كيما العاده، عاد نرجعو نسخنو هادشي وناكلو كلشي ضربه وحده. غنقيس ضروري دابا. بسم الله، واحد المذاق واعر. نخلي واحد القطره نشربو، نمشيو نعومو دابا. بسم الله، نعدلو اتاي الاولوني. نعدلو السكر دابا. اتاي بركة عليه. بسم الله، اتي غنشربوه حتى نتغدى. دابا غادي نقيسو نشوفو كيفاش. بسم الله، بسم الله، ما نشهيكم شي كثار من هيدا بارك. بارك عليكم اليوم عدلتكم. عرفتش واش نخلي هادشي هنايا. المهم هاد الحوته جات بمطيشه وبصل هكذا وواعر، كلشي مشوي طبيعي. بسم الله، واعر والله الا واعر هادشي. غنقيسو هاد الحوته كيفاش جات، ولا البونيطو كيفاش جا. مشي الزنبور والله الا واعر.
امين كلشي يا صاحبي على اللي دار فيها. ما زدتش نشاهيكم كثر من هيدا، غناكل هادشي وغنجمعوا المعدات ديالنا وغنشبروا الطريق باش نركبوا بكري، حيت انا ساكن في الصليحه ماشي في قاع عسرس. صافي كليت الحمد لله شبعت، دابا غنجمعوا باش نمشيو بحالنا. صافي وصلنا نهاية الفيديو، جبرتوني ماشي بحالي، دابا ضربت النص ديال الطريق قريب نوصل لقاع عسرس باش نشوف المركب نمشي بحالي. هي هذه القرية قاع عسرس، كنتمنى من الله تعجبكم، كتواجد في إقليم شبشاون، جميع المعلومات تعطيتها لكم في الأولي ديال الفيديو. ما تفوقناش في هالفيديو بحال باقي الفيديوهات، التحدي ما عرفتش واش نجحنا فيه ولا فشلنا فيه، ثم قولوا لي الرأي ديالكم في التعاليق. الحمد لله شبرنا واحد الحوتة، ما ضربناش تمارة حتى لهنايا وما شبرنا والو، وفاك الله جبت معايا ديك الحوته باش تغدينا بها وزدنا كملنا بها الفيديو. صراحه هيداك زادت زينت شويه الفيديو، واخا كان خاصني انا نكون شبر ديك البونيطو، ماشي مشكله المره اخرى. ما نزيدش نطول عليكم كثر من هيدا، اذا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي ما تنساوش انكم ضغطوا لتحت اشتركوا معايا في القناه وفعلوا معكم زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله. اذا كنتوا الاخوان ديجا مشاركين معايا في القناه حتى انتم هبطوا لتحت عدلوا لي الاعجاب بالفيديو وخليوا لي التعليق ديالكم اسفل هالفيديو باش كتحفزونا نعدلوا لكم الجديد. وما نساوش الشعار ديالنا، لسنا الافضل لكن لنا اسلوبنا الخاص. الحرف ا سبحان الله. دابا يدا يوقف صح التاكسي غيتفني وغيوقف الراس بلا ما نشير. اما ديك الحاله ما كيبغيش يوقفوا لي، والله ما كيبغيو يوقفوا. المهم انا قريب نوصل للشانطي، ما عرفتش واش غنجبر.